الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا إلى هذه الآية: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وهذه هي الحلقة 28 التي نستنبط منها هذه المعاني من هذه الآية: ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه، أي مصيبة تصاب بها، هناك من يصاب معك بهذه المصيبة، أي ألم، أي حدث، أي نكبة، أي ضر، هناك من يشاركك البلاء دائما. لا تخف ولا تحزن، هناك الكثير ممن أصيبوا ويصابوا بالبلاء الذي أنت فيه، وسيفرج الله تعالى عنك وسيوسع الله عز وجل عليك. ودخل معه السجن فتيان. وهنا قال ودخل معه السجن، لم يقل وأدخل يوسف إلى السجن، لم يقل هذا. لماذا؟ لأنه دخل، كأنه هو بنفسه دخل، هو الذي باشر الدخول، لم يدخلوه. وسبحان الله، هنا يعني كأنه دخل بروحه المستعلية بالإيمان، هذه الروح التي استعلت على السجن والألم والحدث، وهذه الروح التي استعلت على نوازع الجسد، واستعلت على الضغوط الخارجية التي كانت تقصد نزع الإرادة وسلب الإرادة. ودخل معه السجن فتيان. ثم إنه يعني هناك من سجن قبل يوسف، وهناك من سجن بعده، ليس هو الوحيد، وهناك من سجن معه. ودخل معه، فأنت هنا لا تقنط ولا تيأس ولا تحزن، ولست وحدك المصاب في هذا العالم بهذا المصاب الذي أصبت به أو ستصاب به، هناك الكثير في هذا العالم ممن أصيبوا ويصابوا. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: قال أحدهما لمن؟ ليوسف عليه السلام. يعني الداعية يتعرف على الناس وينزل إلى مستواهم ويتلمس أحوالهم ويسأل عن أمورهم ويسمع لشكواهم، فكأنه ما أسر إليه بذلك الأمر الأول أحدهما، إلا بعد أن رأى من يوسف عليه السلام الاندماج معهم. وهنا بطبيعة السجن الواحد يتعرف على الثاني ويسأل عنه ويتحدث معه في مشاكله وفي همومه، خاصة إذا لمس منه الإخاء والصدق والنقاء. فالسجين يريد أن يفضفض وأن يتحدث عن مشاكله وعن همومه وعن مستقبله وعن ماضيه وعن مشكلته، لأنه ما عنده إلا أربعة جدران لمن يتحدث. يتحدث للسجين، لصديقه الذي موجود معه في السجن. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. هنا سماه باسم ما يؤول إليه، يعني إني أراني أعصر عنبا، فصار هذا العنب خمرا، فسماه الله عز وجل بما سيؤول إليه. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. عجيب، الخبز هو رمز للنعمة، هل يمكن أن يصبح رمزا للنقمة؟ رمز للرخاء، هل يمكن أن يصبح رمز للفناء؟ إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. جاء إلى يوسف وتحدث معه كل واحد تحدث إلى يوسف برؤيا، وطبعا نشأت بينهم ألفة، وبسبب الحال الذي هم فيه، نظرا لما اقتضته ظروف السجن، أن كل واحد منهم يتحدث مع الثاني في
يتحدث مع الثاني في شؤونه وأحواله وحتى في ما يعرض له في منامه. وطبعا هنا كأنهما لمحا في يوسف الحكمة الباهرة، ولمحا في يوسف الصدق، ولمح فيه التعاون والإخاء. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين. ما هو إحسان يوسف؟ قيل إحسان يوسف أخبرهم في السجن أنه يفسر الرؤى، فكان أهل السجن يأتون إليه فيفسر لهم رؤاهم. وقيل الإحسان هنا العلم، لأنهم شاهدوا منه العلم والفقه فكان عالما في السجن يستشيرونه في أمورهم. وقيل الإحسان هنا كان يوسف عليه السلام في السجن يحسن إلى يعالج المريض ويحسن إلى الفقير ويوسع على الذي أصيب بضائقة، فكان يلتمس أحوال المساكين في السجن، فقالوا له إن نراك من المحسنين. ويوسف عليه السلام كان محسنا، كان محسنا في حال فقره، هو في السجن هنا الآن في حال فقره يقولون له إن نراك من المحسنين، ومحسن في حال غناه عندما جاء إليه إخوته فأخبروه وقالوا له، يعني أخبروه وتحدثوا عنه أنه محسن، وهو ماذا؟ فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فهو في حال فقره وفي حال غناه، وأيضا المحسن يشهد له المبغض ويشهد له المحب. هنا يقولون له إن نراك من المحسنين بسبب أنهم لمسوا منه ذلك العطاء فأحبوه كل الحب، فقالوا له إن نراك من المحسنين. والمحسن يشهد له المبغض، إخوته يقولون له إن نراك من المحسنين وقد كانوا في غاية البغض له. فالمحسن لا تغيره ظروف الدنيا أو ظروف المعيشة، سواء في الفقر أو في الغنى، ولا يتغير بسبب نظرة الناس، حتى المسيء أو المحب يقول له أنت محسن. إنا نراك من المحسنين. فهو كان في السجن صاحب إحسان. والرؤى طبعا لها أثر كبير في الكشف، في كشف الحياة المستقبلية، سواء الحياة المستقبلية التي تحمل التفاؤل والأمل والخير، أو التي تحمل بعض الكوارث أو بعض المصائب، نجانا الله وإياكم منها. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. المحسن طبعا عندما قالوا إنا نراك، مهما أسر الإنسان من سرائر فإن الله يبدي هذه السرائر على وجهه شاء أم أبى، محسنا كان أم مسيئا، مهما كان عندك من سرائر يبديها الله تعالى. والمحسن يبدي الله تعالى سرائره ويبدي إحسانه على ملامح شخصيته وعلى قسمات وجهه. إنا نراك، نحن نراك محسنا، إنا نراك من المحسنين. المحسن تبدو هذه العلامات، علامات الإحسان، على قسمات وجهه. والمؤمن المحسن يحبه الناس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم تأمل معي ودخل معه السجن. بداية الانفراج تأتي مع بداية الضيق، ثق أنها كلما اشتدت وكلما ضاقت فإنها بداية للانفراج، بل بدأ الفرج منذ بدأ الضيق. ودخل معه السجن، هنا بدأ الانفراج ليوسف، لأن يوسف عليه السلام خرج من السجن بسبب أحدهما. ودخل معه السجن فتيان، خرج من السجن بسبب أحدهما. فانظر كيف بدأ هنا الفتح، وكيف بدأت السعة، وكيف بدأ الفرج. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وكان ساقيا للملك. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، هذا كان خباز الملك تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله
أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين. ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كم تهاي الدوينة فرها بدن كحرن تنال ذا ورباهين تنالش إسلام كا سيدا يوتيوب كا فيسبوك كا تويتر كا إنستغرام تا يا تيك توك كا نقل قيب قادو سيفدين تدعوة إسلام كا هم يجيكون وائن دعوة إسلام كا وقت يمال أنو قلنو ورباهين تنالش إسلام كا.